عند أوروبيانا قطعتر بأسرازتين سلساسوس سلساولت نت أهجرات يا أفريكا عند نت درجتن أقوامو بجزيو يا أفريكا عند نت درجت رأينا برو هاجوريتو باللفوق مش متعمت يجت أماتينا بروتن تقدارو توجدهو ياك إني جزاتنا يزر مدلوم وجدن بتملكتنا برا بفرنجوتشو بأسرازت إنزت أنا مجبادة جالي مريوتش بتلو عود أو عالم عدديس تقدارو توجلم وقت يدرجتون رأي ماستكاكل أسفل لاجي مونونم توايكو وده برات كتلوت أمبوهلا بولت شولت يدربان قبيلاي يا أفريكا برات مريوتشنا منجستات فاونديشن أقوامو أهاجوريتو ببوليتيكا بإيكونومي ببهالنا بمهابرسة وست قبوتشان يما ساكات على مايزا ترتوان اندتكت المهنوال عند أوروبيانا قطاتر بولت شي أسرارات يفابت الرقو أجندا هيا سلساسوس دمو هبرتو بكتاي أمسا أمتات أهاجوراوي عندنا تلما مسرتين مياسشلو كدميا يميسات أتشون مرهاج بروش ليتوم أسك أمتوال لمهنوك أجندا هيا سلساسوس قبوتشو من مناتشو بوستو يالوت كل في تكرت أكتاتشوشيس لالفوت أسر أمتات بمتقبر لا يالو أجندا هيا سلساسوس يأسكاون تقبرو مني مسلال يزاريو إي تاتشن ما تنتنيا هسابوش ناتشو ناردو سادانا أبرياتشكو يالو أجندا هيا سلساسوس أفريكا بمكتلوت أم سامتاتوست يمت فترو يمهابراوينا إيكونومي لوت استراتيجيكاوي ما كفنو عند أوروبيانا قطاتر بحيا سلساسوس بأفريكا برتك أبينت يغنيو أجندا حيا سلساسوس يبلز أجج يتبابرتشنا يتكنا أجج بلوم بغارة سيتلاي يتمسرتش أفريكا لمغنبات يالممنو أجنداو يأهغوريتون كلف تلكوشنا قبوش يميزر الزرسي هون كنزي مكاكل يأيكونومي لمات يزوتا كولنت ملكا مستدادرنا زلاك إلمات يتكسالو يا أجندا حيا سلساسوس قبوشن دموسن ملكت بأكاتا جدغتنا زلاك إلمات لاي يتمسرتشنا يبلس أجتش أفريكان أون مادرق يمجمريو قبنو بأبوليتكا عندنت بأبان أفريكانيزم حسابوشنا بأفريكا هداسي راي لاي يتمسرت يتكناج أهاجور مفتر أفريكا ملكا مستدادر ديموكراسي سباي مبت فتهنا يجي بلاينت يسفن بات أهاجرون لتهون مادرقم كقبوشو مكاكل تكاتوال سلامينا دهننتو ايتت أبك أفريكا اللي تتكيوتو لبدماغ ويت تنكرا يبوها الماننت يقارا كرس يقارا السيتنا سنمقبار يالات أفريكا مفترنا ماستوووكم بأجندا هيا سلساسوس يتكاتتو قبوشناتشو ادغتو بهزبوشا يمي مرة بتليم بسيتوشنا بوت أتوش عاقم لا يتمسرت أفريكا ماكنا تمنو أفريكا عند تنكرانا تدماج النت يالو علماك أفاكا لندتهوننا كاليلوش قارم باند النت اندت تسرا مادرق ليلوش يها جندا يتعلم بباتشو قبوشناتشو أجندا هيا سلساسوس بأفريكا هزبوش في اللاغوت لاي يتمسرت سيهون لزلاك إلماتنا ترانسفورميشن كفتيهونو دلوشن بمتقم وانا وانا تقداروتوشن مفتات تلامي مادرقوال بأجندا هيا سلساسوس توست كاللوت كل في تكورتاك تاجوش مكاكل تكيتوشون سن الملكات يمجمريو يا إيكونومي ترانسفورميشن نو أجندا هلونا كف يا إيكونومي دقات إندستراليزيشن نا بأوقات لا يتمسرت إيكونومي ما قلبت أسفل لاجي النتلاي ياتكورال يسرع دل لمفتر دل نتن لمك النسنا أهاجوريتو بعالم إيكونومي تودا دارين دتول لما درقم ياللمنو ليلو قلف يا تكورتاك تاجع يمسرت لمات مسفافات سيهون أجندا هيا سلساسوس كللاوي وهداتن نقدرنا تسسرن لما قلاتف يترانسبورت أوتار يإنرجي يمرجعنا كوميونيكيشن تكنولوجين جامرو يمسارات المات زرقاتان قدمي ستقال يتمرتنا يكلوت بكونتن بزيوست يميكات تتنو أجنداو يأفريكا وطاتوشن لما بقات بتليم يتكنولوجينا يسرافت أران لما صفافات ترات يالو يتمرتنا يكلوت ما بقات أسفل لاجينتن أقولتو ياسايال يسرعات أوتاك كلنتنا يسيتوشن تساتفو ماغولوت ليلاو يتكرت أكتاج أسيهون أجندا هيا سلساسوس بسرعات أوتاك كلنتنا سيتوشن مابقات لاي تلق تكرت ساتوال زلاكي لماتنا بلسقنا لمامتات يسيتوشن وسايمنا مجنزب أسفل لاجي مهونم تملاكتوال يأكبابي زلاكي لماتن كقمتوست ياسقب بامنو لزيهم أجنداو يا أكبابي تقدارو توش لمفتاتنا لماتن لمصفافات زلاكي يا أكبابي أيازنا يا أيار نبرت بقى أسفل لاجنتن يا قولال
ከተጠነሰሰበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራትና ቀጠናዊ ድርጅቶች አጀንዳውን ተግባራዊ ለማድረግ እየሰሩ ይገኛሉ። በአጀንዳ 2063 ትግበራ ከተከናወኑ ተግባራት መካከል ጥቂቶቹን እንይ። የአጀንዳው ትግበራ ከተጀመረ በኋላ የትራንስፖርት አውታሮችን፣ የኃይል ፕሮጀክቶችንና ሌሎች የመሰረተ ልማት አውታሮችን በማሻሻል ተሰስረንና ክልላዊ ውህደትን ለማሻሻል ጥረት ተደርጓል። በኢኮኖሚ ማሻሻል ረገድም የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና በአፍሪካ ውስጥ የንግድና የኢኮኖሚ ውህደትን ለማበረታታት የተቋቋመ ሲሆን ከአጀንዳ 2063 ግቦች ጋር ይበልጥ የተቀናጀና የበለጸገች አፍሪካን ለማሳደግ ትልቅ ሚናን እየተጫወተ ይገኛል። የአፍሪካ ህብረት በአህጉሪቱ ባሉ የሰላምና የጸጥታ ስራዎች ላይ በተለይም በግጭቶች አፈታት፣ በሰላም ማስከበር ስራዎችና መልካም አስተዳደርና የህግ የበላይነትን ለማስፈን በሚደረገው ጥረት ላይ መስራቱን ቀጥሏል። በአጀንዳው ግብ ውስጥ የተካተተውን የስርዓተ ጾታ እኩልነት ለማሳደግና ሴቶችን በትምህርት፣ በስራ ፈጠራና በፖለቲካ የተሳትፎ ለማብቃት የተለያዩ መርሃ ግብሮችና ፖሊሲዎች ተተግብረዋል። የአፍሪካ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥን መከላከልን ጨምሮ የአካባቢ ስነ ምህዳር ተግዳሮቶችን ለመፍታትና ዘላቂ ልማትን ለማፋጠን የተለያዩ እርምጃዎችንም ወስደዋል። በተወሰነ መልኩ አፈጻጸሙ ላይ መሻሻል ቢታይም የአጀንዳ 2063 ታላላቅ ግቦችን በተሟላ መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ አሁንም ተግዳሮቶች አሉ። የአጀንዳ 2063 አፈጻጸምን ለማፋጠንና አላማውን ለማሳካት የሚደረገው ጥረት እንዲሳካ የአፍሪካ መንግስታት፣ ቀጠናዊ ድርጅቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ቁርጠኝነት ወሳኝ መሆኑ እዚህ ጋር ልብ ሊባል ይገባል። የዛሬው የይታ መሰናዷችን ይህንን ይመስል ነበር። ናርዶስ አዳነ አብሪያችሁ ቆየው። ሳምንት በሌላ ጉዳይ እስክንገናኝ ቸር ሳምንት ተመኘው።